يا ماما اتأخرت عليك النهاردة عشان كان في طقم كنت هتجنن واجيب. ما صدقت نزل بقى عرض يا ماما قلت اجيب. بص كده يا ماما قولي لي رأيك بقى. شوفي يا ماما طقم ايه معدولة؟ طقم اللي نزل عليه عرض. عرض ايه ياما؟ هو انت مش حاجتك سليمة فوق؟ يا ماما دي بقى لها 6 سنين يا ماما والطقم ده نازل عليه اوكازيون خصم يعني. 6 سنين؟ اه احنا بقالنا اكتر من 25 سنة وحاجتنا زي الفل ولا مش واخدة بالك؟ يا ماما القطقم انت من ساعة ما دخلتي شفتيني جبت طقم. يا ماما ده انت من ساعة ما دخلتي شفتيني جبت حاجة. يا ماما زمان غير هو احنا مش بنحافظ على قرش جوازاتنا ولا هم طالعين يسرقوا ويرجعوا؟ ايه يا ماما اللي انت بتقوليه ده؟ ده نازل خصم وما صدقت ان انا لقيته وكان نفسي فيه. يعني زمانكم غير زماننا احنا. زمان مين ياما؟ هو بالزمن؟ هو يا بنتي الدين بتاعنا دوت بيتغير بالزمن؟ الحاجه يا حبيبه قلبي طول ما انت محافظه عليها هتحافظ عليكي. قرش جوزك طول ما انت محافظه عليه هتلاقيه بيكبر ويزيد، انما بيدك المخرومه دي هتشحطه بعد سنتين. سنين عشان اجيب طقم ايه المشكله ونازل كمان عليه خصم؟ يعني انا ما جبتش 3000 ولا ب 4000، ده ب 1000 جنيه بس. بكم؟ ب 1000 جنيه وبس؟ اه رخيص مش غالي يعني. لو النبي وجوزك عارف يا معدول اللي انت جبتيه؟ ما هو اللي مديني الفلوس يا ماما. يعني هو مديك الفلوس عشان تنزلي تجيبي طقم حلال؟ ايوه يا ماما نازل خصم بقول لك ده خامته جميله. طيب وريني كده بقى. بصي يا ماما بقى الحله الثانيه دي. بصي يا ماما دي الحله اهي الصغيره. ده كام حله ده؟ ده يا ماما 3 حلل وطاسه ومقلايه. الخفيف يا بنتي خفيف. لا يا ماما ده حلو مش محمل. مش ب 1000 جنيه يا ماما بس انت قمه بتوصل لاربعه وخمسه كمان. انت يا بنتي بتتكلمي على الفلوس كانها يعني محسساني ان هي ملهاش قيمه. ليه كده؟ يا ماما هو 1000 جنيه زماننا ده حاجه. الله يرحم ابوك يا قلبي. يا ماما كده كام حله كده؟ اهو بس يا ماما دي الحله الكبيره. الله ودي دي الصينيه كمان. دي الصينيه يا ماما اهي محندقه صغننه يعني. دي الحله الصغيره وادي اهي كمان الحله الكبيره يا ماما دي. استنى حلوين والله جم في ميعادهم يا بنتي. يلا مبروكين على اللي هتاخدهم بقى. مش مشكله انا هبقى ارجعهم. انا مش مشكله مش لازم انت ترجعيهم هبقى ارصهم انا كده. انت بقى روحي شوفي هتعملي ايه. يعني ايه يا ماما ترجعيهم ازاي؟ ده طقمي وانا اللي جايباه. ترجعيهم ليه؟ لا انا مش عايزه ارجعهم. لا ما هو انت مش محتاجه ياما. هو انت محتاجاهم؟ اه محتاجاهم. مش لاقيه يعني تعملي اكلك وشربك في ايه؟ امال انا جايباهم ليه؟ ده الحله المواعين عندك فوق خلصت. اخيرا رميتيهم ماما. انا جايبه انت يا حبيبه قلبي ايدك. مش انت فرحتي بيه؟ مش جبتيه يا ماما؟ انا لحقت يا ماما وحسيتي وفرحتي خلاص خلصت. يا ماما ده لسه الكيس ويعني. ايوه ما انت فرحتي ان انت جبتيه. ما انا عارفه انت احساسك من جوه ان انت اشتريتي الحاجه بس خلاص كده. دول اصلا ليهم صرفتهم. انا عرفت صرفتهم رايحه فين. رايحه فين بقى يا ماما صرفتهم؟ هديهم لبنتي تديهم لحماتها في عيد الام. لبنتك؟ اه وانت دوري لك على حاجه ثانيه تديها لحماتك في عيد الام. انا هجيب لك وهجيب لبنتك في عيد الام. ايوه ياما ما هو انت دواكي ان انت ما يبقاش معاكي فلوس في ايدك. انت طول ما جوزك بيديكي قرش في ايدك انت ايدك مخرومه. هو ماشي على الاوكازيونات حتى لو حاجه مش محتاجاها ماشي على الاوكازيونات. انا بقى علاجك عندي انا يا ماما. انا مش ماشي على الاوكازيونات زي ما حضرتك بتقولي لي وايديا مش مخرومه واكتر واحده خاف على فلوس. بأماره ايه؟ بأماره ان انا جبت طقم ب 1000 جنيه والطقمه دي في 3 وفي 4 وفي 6 يعني ايديا مش مخرومه وانا حبيت افرح نفسي واجيب الطقم اللي انا عايزاه باقل التكاليف. صدقي يا بنتي صعبتي عليا 6 سنين بحالهم وما جبتيش طقم تاني على اساس ان انت كنت مثلا متجوزه بحله وطاسه. فانت يا حرام بقالك 6 سنين ما بتطبخيش غير في الحله والطاسه. يعني امك ما كانتش جايبه لك المونيا وتيفال وميلامين ووي وي 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 وكل حاجتك فوق في قلب الاكياس بتاعتها وايدك كل ده مش مخرومه بتحافظ على قرش جوزك. انت لو واحده فعلا خايفه على قرش جوزك كنت حطيتي القرش على القرش على القرش لحد ما تجرحي جايه كده وبانيه لعيالك. ولا انت سايبه عيالك دول يطلعوا هم يتمرمطوا ويلفوا في الدنيا ولا بتعملي ايه؟ ماما عشان انا ايديا مخرومه وعشان انا مش خايفه على قرش جوزي اتفضلي الطقم دي بنت حضرتك في عيد الام كمان بتاعك هجيب لك طقم ويا ريت يعجب. لا حول ولا قوه الا بالله. افتح الطقم اللي كنت عايزه افرح فيه. اتصلي بقى بعمتك قولي لها بقى ما تشيلش هم بقى هديه عيد الام وقولي لها تيجي تاخدها من هنا.